فورسيمون اعرفو قال لك هو خلينا ما نعرفو هذاك ما عرفوش هذاك الشيء واش دابا انت كتحس براسك احسن مسوق في المغرب؟ لا خويا بارك انت احسن واحد هما وانا ما ندخلش كاع في المقارنات كاع انا كنقارن راسي مع واحد هو اللي ما كنحملوش كاع في المغرب هو راسي انا البارح انا بقيت لاخويا مع راسي اليوم خاصني نكون احسن من هذا ديال البارح والعام الجاي نكون احسن من هذا ديال العام ولكن داروك من بين 50 احسن مسوقين في العالم لا 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 الجمله هذه ما كايناش كاينه حسب الاحصائيات كان واحد نفس السي بي ار كان نفس السي بي ار بوحده 100 ماشي 50 100 كانت عندي الدعوه رقم 96 كانت عندي الدعوه رقم 96 ولكن كيقول انت دير الثقه في راسك بزاف كتيق راسك خويا شوف الثقه في راسك شي حاجه واجبه ولكن الواحد ما يفطرش براسو عاوتاني ما يكونش ذاك الغرور وصحابو راسو هو اللي ما كاينش بحالو ثق في راسك فهمتي لان الا ما كنتيش ثق في راسك ما غادي دير حتى حاجه اصلا السي في هو الاخراني ما تقدرش تمشي تدفعو عاد تندوي على الناس اللي اكثر كيمشي كيدفع السي في فهمت قلت ليه السي في هو الاخر اللي ما كانش عندك الثقه في راسك ما تقدرش ديرو السلام تمشي تجي لشي اداره تدوي معاهم ما غاديش تقدر يعني الثقه في راسك شي حاجه واجبه وماشي شي حاجه خايبه بالعكس شي حاجه زوينه ولكن عاود النوع ما يوصلش ديك الضرر ديال انا وانا 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 يولي حاس براسو هنا تيولي الغرور الغرور اللي ركبك فهاديك هي النهايه ديالك شكرا بزاف على التصريح ديالك الله يحفظك انا فخور بالدردشه معك اسي وايلي سيب عبيط قطعين 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 في الخضر وزباته من الفوق ملي اقترحت الفكره على مالي الدار ديال اني راني باغي نجلس في الدار باغي نجلس نزيد نقرا هذا الشيء نزيد نطور راسي رفضوا كلشي رفض واش يجي يقولوا راه شوف جلست تقرا تاعي وجلس في الدار المهم لا وديك الساعه الحمد لله كنت تنحقق دخل اكثر من موظف مغربي ومالين الدار كانوا رافضين الفكره وديما يعني شي حاجه عاديه ديال تيبغيو يهدموا لك احلام ديالك ماشي مالين الدار مجتمع كامل تنتفكر واحد التجربه اللي ما عمرها بغيت ننسى من الحياه ديالي مشيت عند الوالد قلت ليه قول لي واش مليون ديال الدرهم ممكن ولا كان عندي مليون ديال الدرهم واش يجي يدير في الحياه شي حاجه ويدير فيها بحال هكا سير ولدي تجيب مليون ديال الدرهم وجي ندوي دارت الايام وليت جبتي مليون ديال الدرهم ولكن 10 مليون ديال 22 سنه ماشي تنقولها يعني باش نقول انا واعر انا شخص عادي جيت الباك ب 10.06 شخص عادي يعني اي واحد يبان لي ممكن يحقق الحلم ديالو واول مبيعه ديالك صورتي فيها 1000 دولار ومؤخرا يمكن لك تصور دي زافير اللي كتصور فيهم حتى 10 مليون ديال الدولار ماشي 10 مليون ديال الدولار 10000 وي بحال ماشي 10 مليون ديال الدولار قلت 10 مليون ديال الدولار ممكن تكون 10000 دولار المبيعة ما كاينش شي مبيعة ب 10 مليون ديال الدولار يمكن نقولوا انت مليونير اليوم الحمد لله صافي قلتيها فينا تبارك الله عليك وبعض المرات كتخدم 24 ساعة على 24 وي بحال الثلاث ايام الاخر دابا وباقي ما ناعش البارح نزت 4 السوايع راني باقي لعند دابا فايق يعني الاكثريه الايام كنخدم 16 ساعه 16 ساعه 16 ساعه 16 ساعه العمل 16 ساعه ديال الخدمه في النهار وي هذا الشيء تنقول لك في الدو ديبي 16 ساعه ديال الخدمه في النهار 4 السوايع ديال بيان سور كتكون عندك حياه اجتماعيه لانك الا ما كنتش كتجمع مع الناس ما غاديش تبقى تعطي واحد 4 السوايع ديال مالين الدار ويعني لي زامي 4 السوايع ديال الناس تصور اكثر من عامين بحال هكا روبو انت التعليق ديالك عبد الصمد استعداتك لحقاش قبل الباك ب 10 التعليق ديالي كيف ما قلت لك هي واحد الشخص وعطاك السيره كيف ما قلنا عليها في الاول الشخص كيكون في الاول اما كنبداو بعض المرات من نقطه فشل اللي لحقاش ديما كنرجع لديك نقطه التحول كنبدا في الباك ولا مثلا ما كنتيسرش في الباك ولا ما تنتيسرش في الحياه الجامعيه ديالي وكنولي كنقلب كيفاش يمكن لي نخرج اولا نخرج نبان في وسط مجتمع اللي مجتمع مالوغوزمون ما تيرحمش هذا المجتمع اللي ما تيرحمش ما عرفتش فوقاش غتنزل عليه الرحمه باش يوقف شي نهار انما الانسان اللي كيبقى ديما تحت ديك الوطاه ديال ديك النظره عندك يشوفوا فيا عندك يديروا لي عندك يبلوكيوني عندك ما خديتش التيتر لحقاش ما غاديش ندير الفلوس هذا هو الانسان اللي كيكون ممكن يكون عصامي انما ممكن يكون انسان عصامي ولاني محدود بالنسبه ليزاكتيفيتي ديالو لحقاش ديما كيكون كيف ما قلت لكم عليه داك الحاجز اللي ما كيمكنوش انه يزيد القدام اما ليكزامبل تيب اللي كيكون قدامنا واحد ليكزامبل ديال السي محمد هو واحد المثال حي ديال الانسان اللي انطلق كيف ما قلت لكم واحد حاجه ليا
بسيطه حتى ولا الصيع او الضيع ديالو حتى معروف على 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 الصعيد العالمي. الشباب شكرا لكاع الناس اللي صيفطوا لي مبروك 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 الحديد. الله يعطيكم ما احسن ان شاء الله. فهمتي اللي خدم كيتجازى داتسيت هذيك ريلي اتس ماي دريم كار من 2016 وانا باغي نشريها ولكن ما كاين تعود في المغرب الحساب. من 2016 انا كنتسنى يلا فاينلي واحد بغى يبيع. فهمتي كنت داير جائزه ديال شحال من واحد تنقول ليه بزاف ديال صحاب اش كيتسمى اللي تيكون تيبيعوا الطوموبيلات بزاف ديال لي كراج تنعرفهم شخصيا تنقول ليه الا بانت لك شي 4 5 8 في السوق سواء ايطاليا سواء سبايدر سواء سبيسيال انا باغي نشريها ونعطيك 100000 درهم ديال كاطو غير قال لي ما كاينش ما كاينش الله كتاب. شكرا لكاع الناس ما يمكنش نجاوب كاع اللي قال لي مبروك نقول الله يبارك فيك الله يبارك فيكم كاع اللي حاضروا حتى اللي ما حاضرش حتى هو شكرا بزاف. وصراحه نتمنى فهمتي نتمنى لاي واحد الله يعطيه ما احسن فهمتي الله اختي عابر الله يبارك فيك الله يعزك. الشباب الله يعطيكم ما احسن. شوف من الاخر والله الا اللي خدم كيتجازى فهمتي هذا الشيء الدراري ما عادش نقول لك انا إيه عزيز عليا ديك الطوموبيله وشريتها وصافي. ذات ما عندي جوج ديال الدريم كارز مازيراتي كنت شفتها وعجبتني و 4 5 8 فيراري هذيك عندنا درس طوره قصه ديال كان صايق واحد الدري تكون في عمره 18 عام وما خفت غير نقول قل لانه كان صغير وكندخل ستاسيون شيل وانا باقي صغير صغير في مراكش كندخل ستاسيون شيل وكلشي كان كيدوي ومنها انا كنت عاطي بداري التلفازه وكنتفرش انا في التلفازه ديما عادتي كنعطي بداري التلفازه كنت عاطي بداري التلفازه وكنت الدري صاحبي كيتفرج في الماتش انا ما مسوقش واحد لقيت كلشي سكت وديك اللحظه ديال كلشي سكت سمعت واحد الصوت غريب وملي ضربت فهمتي من تما صار ديك الطوموبيل وانا صغير وانا صغير ديك الساعه كنقرا باقي ما جيتش للباك صافي ومن ديك اجي تكون لا 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 شي اجي تكون تكون البي تي اس تكون البي تي اس لا تكون البي تي اس وتكون ساليت البي تي اس وصافي وهكا بدات القصه. يعني وانا صغير ما عندي حتى ريال بغيت هذيك الطوموبيله والدري كان صايق صغير صراحه فهمتي انسبيراني يعني واحد دخل ستاسيون انسبيراني ماشي حسيت وحقت عليه انسبيراني قلت شنو هي الطوموبيله هذه اللي سكتت كاع الجماهير هذه اللي جالسه في القهوه كتفرج في الماتش كلشي سكت بقى تيشوف وتعامل مزيان فهمتي الجست اللي بقى عاجبني هو انه تدب واحد مول ستاسيون تقول لي مسح لي انا مسح لي انا مسح لي انا مسح لي انا ونحقد عليه فهمتي قلت واه الدري صغير صاحبي كيعذب في داك السيد كبير في الاخر مد لي 200 درهم وانا ملي مد لي 200 درهم صاب راه انا ما بجيبش ديك الساعه 200 درهم فهمتي راقي لا 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 نفوت البي تي اس تكون في راس مال واحد 70000 درهم وانا ديك الساعه تكون قول البي تي اس العام الثاني ساليت البي تي اس بحال هكا فهمتي تكون في راس مالي تكون راس مالي واحد 70000 درهم فهمتي ديك الساعه ديال وات ذا فاك هاد الصاط هذا مد 200 درهم انا صاط ديك الساعه ما نقدرش مد 200 درهم ومد 200 درهم ولا عزاز عليا داك السيد فهمتي تكون هاد الحادثه هادي في شي 2011 بحال هكا 2010 خش 2011 هي فاش درت التشام ديال الاخر ديال 2011 فاش اول مره غادي ندير 100 مليون في حياتي. الدراري بداو اللايف. المهم شكرا لكاع اللي برك لي الطوموبيله والله الا الخوت نتمنى لكم ما احسن فهمتي نتمنى كاع الشباب اي واحد باغي شي حاجه يوصل ليها. باي ذا واي من هذا اللايف هذا الخوت بزاف تيصيفطوا لي تيقول لي اخويا السي مورا قلت لك واحد الفيراري تشريها هذاك الشيء كامل هي 488 وداك الشيء اللي ما انا اشوف اصلا ما كاينش الموتور اتموسفيريك الضرب 458 ما كاينش موجود 488 حتى واحد ما بغاها مي مليوحه في افيتو حتى واحد ما بغاها 458 ما كايناش كاين تسعود الناس اللي ولاو في الاخر سته الناس في المغرب و حتى واحد ما باغي يبيع فاينلي واحد السيده اللي بعت لي حتى واحد ما كاين عنده و الا كاين شي واحد الاخوان كتعرفوا باغي يبيع فريمون انا مستعد نعطيك 100000 درهم نتايا الا لقيتي لي شي واحد اي واحد فيكم قال لي شي واحد بغى يبيع فيراري 458 458 انا نعطي 100000 درهم وبلوس الثمن اللي كاين في السوق غادي نزيد عليه 40 مليون الثمن اللي كاين في السوق غادي نزيد عليه 40 مليون شحال ما كانت كانوا جوج الفيراريات ثلاثه اربعه هاد السته هادو اللي كاينين في السوق الا بغاو يتباعوا انا نشريهم فهمتش لحقاش انا انفستمنت غادي يتزادوا في الثمن وبالعكس راه كيتزادوا انا غير عام هذا كنت كنقلب في البري في الميريكان شحال دايرين مع هذا العام شحال دايرين ما يمكنش تجيب هاد الديوانيه هذا هو الاسف ما يمكنش الديوانيه حتى شي تخلي الثمن يزيد يطلع. المهم انا مستعد نعطي 40 مليون اكثر من الثمن ديال السوق لاي واحد قال لي بلوس هذاك اللي قال لي نعطيه 100000 درهم ماشي علاش نبيع جمع الدراري ونبداو المهم وغايز حاجه اخرى هي
في الحوار مع الرمضاني، هذه هي هضره على جنب بين ما نبدا اللايف ان شاء الله. في الحوار اللي كنت درت مع الرمضاني كان تبارك الله 36000 واحد اون. الحوار اللي كنت درت مع الرمضاني كان ديك الساعه فيو كان في المغرب، ما يمكنش ندوي على برا المغرب باش نطاري، كيدوز فيو كان ديك الساعه يوميا في المغرب ما يفوق 6 ديال المليون ديال الدرهم. حاليا ما يفوق 7 المليون ديال الدرهم يو كان الحمد لله، وباقي باقي نزيدو نعاونو الدراري. يعني ملي كنقول كنعاونو اتس بروفن كنعاونو، ها هي واحد 7 المليون ديال الدرهم او مينيموم كدوز يوميا عن طريق يو كان، يوميا كدوز عن طريق يو كان ماشي ديالو. حنا كناخذوا 0.25 فرتيتا صغيره، ولكن بالعكس كنعاون الدراري، وبالعكس كنحاول نعطيهم تورز لاندينغ بيج بيلدر سون يو كان بيمنت اي حاجه خاصكم. بالعكس يوميا كنتقاتلوا سون جاي شي ابديتس اللي هما ما يمكنش تخيلوا، وشي ابديتس اللي في البلاتفورم اخرين بالفلوس ودي موين بيمون في المغرب. المهم شي حاجه سام نيو ابديت، وباقي دايرين جهدنا باش نعاونوا الماكسيموم ديال الشباب في المغرب، وبالعكس حتى الا بغاو يخدموا حتى برا المغرب نعاونوهم. هاد اللعبه ديال المغرب خليت تندوي فيها على حقيقه. المهم خليت تنوصل لها.